بشكركم جزيل الشكر. ده طبعا شيء يسعدني ان انا اكون معكم النهارده على البرنامج، واحب اقول هلو لكل محبي الكره المصريين والفانز بتوعي وللاهلي تي في ككل. يعني الكره البرتغاليه كره محببه جدا للمصريين، لان المنتخب البرتغالي عودنا يقدم دايما كره جميله والمصريين بيعشقوا الكره الجميله. انا قبل ما ادخل معاك في الكره البرتغاليه ونجوم البرتغال والكره العالميه بشكل عام، احب اتاكد منك من معلومه انك انت كنت قريب من الانضمام للنادي الاهلي في الفتره اللي تولى فيها المدرب البرتغالي الشهير مانويل جوزيه موقعه كمدير فني للنادي الاهلي، وعرفت انه كان في مفاوضات وكان في فكره انضمامك للنادي الاهلي المصري. ايوه، كان طبعا في ذلك الزمان، بيتهيألي في سنة 2007 أو 2008 مانويل خوسيه كان المدرب، واتكلمنا أكتر من مرة في الوقت ده، وكنت طبعا يسعدني جدا، وأنا طبعا كنت سعيد في فريقي في بنفيكا، وكذلك كان يسعدني أني أخذ مكان على الفريق القومي لعام 2008، واستكملت اللعب للبرتغال، لأن في الوقت ده كنت شايف أن اللعب هنا في البرتغال في بيتي في بلدي كان هو الأفضل بالنسبة لي علشان أقدر أخش الفريق القومي بتاعنا. خليني اكلمك شويه عن مانويل جوزيه، وهل ما زلت مرتبط معاه لغايه دلوقتي؟ يعني انا عارف ان كان في تواصل دايم ومستمر بينكم وبين بعض، وبالنسبه لنا هنا في مصر مانويل جوزيه يعتبر من المدربين الاساطير اللي جم تولوا مسؤوليه النادي الاهلي. هل ده كان واصل عندكم في البرتغال، النجاحات اللي حققها جوزيه اثناء توليه طبعا مسؤوليه النادي الاهلي؟ ايوه، مانويل خوسيه مانويل خوسيه كان المدرب بتاعي في بوافيستا وبنفيكا، وهو طبعا كان مدرب ممتاز، وكذلك على مستوى الانساني انسان جميل جدا، شخصيه جميله. ابتديت مشواري الكروي معاه في بوافيستا، وبالطبع انا لازلت على اتصال معاه، ومن حين الى اخر بنتقابل على الغداء مع بعض الاصدقاء كمان. وهو يعني لقبه في مصر مع الأهلي، أو يعني تتحدث عن نفسها، هو كسب مع الأهلي وحقق معاه يعني ما يسمح لي نقول إن هو يستحق تمثال في النادي. أنا طبعا صديق قريب مع بيرو بامي، وهو كان المساعد بتاعه في الأهلي، وطبعا هو دلوقتي كمدرب قوي جدا، وأنا حقيقة فخور إني كنت واحد من اللاعبين اللي ابتدوا مشوارهم مع مانويل خوسيه. لو سألتك على النجوم المصريين اللي ممكن تكون بتتابعهم أو تعرفهم، يمكن أشهر نجم مصري حاليا موجود في نادي ليفربول هو محمد صلاح، ولكن في نجوم تانية لعبت على مدار أجيال مختلفة، مين النجوم المصريين أنت تعرفهم يعني كانوا لاعبين كرة قدم نونو؟ أولهم طبعا أنا أفتكر واحد من اللاعبين اللي كان بيلعب هنا في البرتغال، عبد الغني، طبعا كان لاعب جامد جدا وكان رقمه 10، وكان أحد النجوم يعني اللي كبرت وأنا بتفرج عليهم هنا على التلفزيون وقت ما كان بيلعب في البرتغال، وكنت بحبه جدا وكان كويس جدا. طبعا انا افتكر كذلك في ميدو، وهو صديقي. ميدو واحد من احسن اللاعبين المصريين ايفر، وبالتالي طبعا ابو تريكه اتكلمت معاه كتير وبحبه كتير. الكره المصريه، اللاعبين الكره المصريه هم طبعا دايما كانوا على مستوى مميز ان ما قارناهم باللاعبين البرتغال، ولأن بلدينا يتشابهوا في أن عندهم مواهب كبيرة. محمد صلاح طبعا هو أحد أكبر اللاعبين على مستوى العالم في هذه اللحظة، وبالتالي هو أكبر سفير للكرة المصرية حاليا. طبعا عندكم لاعبين كبار كتير زي تريزيجيه مثلا، وأنا بحبه كتير، وهو بيلعب بطريقة جميلة جدا في فريقه.
طيب هسألك شوية عن الكرة البرتغالية، وزي ما قلت احنا يعني البرتغال قدمت كتير من النجوم الحقيقة للكرة العالمية، يعني زي ما قلت في البداية إيزيبيو، زي ما قلت لويس فيجو، زي ما اتكلمت على كريستيانو رونالدو، روي كوستا، نونو جوميش، وحاليا اعتقد في موهبة كمان قادمة بسرعة الصاروخ هي جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد. لكن الحقيقة يمكن والأندية كمان البرتغالية بتعتبر يعني روافد أساسية لأكبر أندية أوروبا اللي بتعتمد على الأندية البرتغالية في إمدادها بالمواهب سواء محترفين من الخارج أو لاعبين برتغاليين. لكن للأسف الشديد يمكن غابت الأندية البرتغالية عن منصات التتويج لفترات طويلة. من وجهة نظرك إيه هي أهم الأسباب؟ طبعا اسمحوا لي، الموضوع مش سهل، يعني ان قارنا الميزانيه اللي ممكن تكون متوفره عند الكثير من النوادي الاوروبيه لبناء فرقهم وقوامهم، الفرق دي النهارده في اوروبا بتصرف مبالغ كبيره جدا عشان تبني فرقه، ما قارناها طبعا بالنوادي البرتغاليه. في البرتغال احنا متعودين اكتر على تطوير اللاعبين ثم بيعهم، وبالتالي يعني ما بنحتفظش بافضل اللاعبين، لان طبعا بيبقى عندنا صعوبه ان احنا ننافس مع النوادي الكبرى على المستوى المالي على في الخمس دول الاوروبيه الكبرى. وبالتالي انا بعتقد ان الاسباب الاولى والاساسيه هي بخصوص ان يعني هي مرتبطه بان يكون عندنا قوه اقتصاديه اكبر مقارنه بالنوادي البرتغاليه وباقي النوادي الاوروبيه. بعرف انك يمكن واحد من اشهر وكلاء اللاعبين دلوقتي في البرتغال وفي اوروبا، خليني اسالك على محمد صلاح تحديدا، وفكره الكلام او ما تردد على انه في احتمال انه محمد صلاح يغادر الانفيلد. هل انت مع هذه الخطوه من وجهه نظرك؟ هل ترى انه الخطوه دي قد ان اوانها، وانه صلاح من الممكن انه يتحرك لنادي تاني في اوروبا، ولا تفضل بقاء واستمرار صلاح مع ليفربول؟ حسنا، انا يعني اقول قبل كل شيء ان هو قرار شخصي، يعني القرار يرجع للاعب اولا، لان هو حاليا يعني نجم كبير لليفربول، لمحبي ليفربول وللفريق، يعني نادي ليفربول ككل. النهارده محمد صلاح هو سنتر وكسب كل حاجه للفريق، وبالتالي القرار يرجع له وحده. طبعا في هناك امور كتير مرتبطه، يعني هو عايز ايه لمستقبله، اذا برضه مش عارف اذا كان هو عايز ان يلعب لدوله اخرى مثلا في الفتره دي. بريمير ليج هي افضل ليج، افضل دوري على مستوى العالم، وهو لعب قبل كده كمان لايطاليا، وبالتالي انا مش قادر اقول، يعني انا مش عارف اذا كان عايز يثبت انه قادر على اللعب مثلا في اسبانيا. هو طبعا لو راح ريال مدريد او برشلونه هو طبعا هيقدم حاجات كتير هناك برضه، لان هو لاعب اصلا ممتاز، ولكن الموضوع في الاخر يرجع له هو شخصيا. القرار هنا شخصي. مين الافضل في العالم دلوقتي من وجهه نظرك، كريستيانو رونالدو ام ليونيل ميسي؟ ممكن تقول المستر احمد، مين هو افضل لاعب من وجهه نظرك في العالم دلوقتي؟ هل بترى انه كريستيانو رونالدو ام ليونيل ميسي؟ ليو ميسي. طبعا يعني السؤال ده الاجابه دايما عليه صعبه، لان انا شايف ان الاثنين لاعبين على مستوى عالي جدا ان ما قارناهم بالاخرين. يعني انا برضو عايز اضم ليهم محمد صلاح على نفس المستوى، لان هم على مستوى يعني مستوى الزمني قدموا حاجات كتيره قوي متتاليه، وبالتالي اصبح من الظلم ان احنا نختار واحد منهم بس. لان طبعا يعني انا ان اخترت هختار كريستيانو لان هو برتغالي زيي، ولكن احنا عندنا حظ السعيد ان نقدر نشوف في زماننا الحاضر مباريات للاعبين الاثنين الاخرين اللي انا قلت عليهم، لان يعني هم بيلعبوا لفرق تانية، وبالتالي بيسمحوا لنا بكوره جميله.
طيب. وكلهم حققوا اشياء جميله وسوف نتذكرهم جميعا انا متاكد. انا كنت سايب صلاح للسؤال اللي جاي. انا سؤالي اللي جاي هيكون ما بعد فتره ميسي ورونالدو، مين بترى انه قادم عشان يكون افضل لاعب في العالم؟ مين الموهبه اللي لفتت نظر نونو جوميش وبترى انه يملك من الامكانيات انه يكون افضل لاعبي العالم؟ ولو امكن ممكن تختار ثلاث اسماء. طبعا انا برضو اعيد ان الموضوع مش سهل، لان اللي عندك برضو مثلا نيمار حاليا هو لسه برضو ممكن نقارنه بميسي او كريستيانو من حيث السن، هو اصغر منهم وهو لاعب ممتاز برضو. كذلك عندنا امبابي برضو. امبابي طبعا ممكن يكون اللاعب اللي ممكن نتكلم عنه برضو على مدار العشر سنين التالية، أتمنى له ذلك. وبعدين عندنا جواو فيليكس هو لسه شاب، وعندك برناردوس عنده برضو في لاعبين إنجليز كويسين لايك جينجل سانشو أو آخرين بيلعبوا في بوريس دارتمون، اعتذر، وهو هداف كويس. احنا يعني ككرة القدم عندنا دايما بيبقى موجودين شباب عندهم المواهب بيبتدوا ياخدوا اماكن النجوم القديمة، ده طبيعي. طيب هبعد عن الكوره شويه، اتكلم معاك عن الناحيه الاقتصاديه، بما ان احنا بنتكلم وبما انك واحد من اهم وكلاء اللاعبين، على تأثير فيروس كورونا على قدرات الأندية من ناحية التعاقدية، وتأثير ده حتى على الأرقام المرتبطة بقيمة اللاعبين في السوق الأوروبي، إزاي بترى أو كيف تراها تأثرت؟ طبعا كان لكورونا أثر مباشر، لأن كل النوادي النهاردة زي ما أنتوا عارفين بسبب الجائحة وطبعا الحظورات المفروضه وعدم وجود مشاهدين في الملاعب ومدخول الفرق كلها طبعا اثرت. فالنوادي زي ما انت شايف منذ يعني اخر سوق، اخر ترانسفير ويندو، عايزين يعملوا عقود، ولكن برضو عايزين يوفروا على قد ما يقدروا، وبالتالي يعني عايزين او بالتالي ان هم ياجلوا الدفع، يعني يعملوا ديلز بس يدفعوا اجل، ولان هم بياملوا ان الجائحه تنتهي قريب ان شاء الله، وبالتالي هم عايزين لاعبين ايوه، ولكن عايزين ياجلوا الدفع بتاع التعاقدات، وبالتالي حتى يعني ينتظروا ان هم يحصلوا على بعض الارباح التي يتوقعونها، يعني سواء من خلال حقوق الشاشة أو من خلال وجود المشاهدين في الملاعب أو الماركتينج. الفرق النهاردة بتخسر كتير من الفلوس في اللحظة الحالية زي ما أنا بكلمك دلوقتي، ولكنهم طبعا بيحاولوا أن يعملوا أو أن هم يصرفوا الأقل الممكن حتى يقدروا أن هم يمروا بهذه الفترة ويكون عندهم كذلك لاعبين مناسبين. نونو جوميش، انت لعبت كاس العالم اعتقد في مرتين مناسبتين، شاركت مع منتخب البرتغال في نسختين من كاس العالم، واعتقد انه اللاعب اللي بيشارك في بطوله كبيره زي او عنده خبره المشاركه في بطوله كبيره زي دي، من المهم انه يوجه نصيحه للشباب اللي ممكن يكون مقبل على مشاركه في بطوله كبيره لاول مره في مسيرته الكرويه، توجه له نصيحه تقول له ايه؟ محتاجين يشتغلوا على نفسهم جامد، دي أول حاجة أحب أقولها، ده السر إنك تشتغل جامد. طبعا إن يكون عندك الحلم إن أنت تقدر تحقق شيء كبير ده حلو، ولكن إن عشان ده يحصل لازم نركز ولازم نشتغل على نفسنا، نشتغل جامد. كون إن الواحد مننا عنده الموهبة الطبيعية دي حاجة، وكون إن هو يشتغل ويشتغل كل يوم أكتر دي حاجة تانية. مطلوب مننا إن نفكر كويس، لأن لو قدرنا نحقق حاجة المفروض برضو إن هم يكونوا قادرين إن هم يشتغلوا أكتر ويضيفوا أكتر لما حققوه. الموضوع يعني مثلا لو نتكلم على كريستيانو رونالدو وهو من أكبر الأسماء اللامعة والمثال على كيفية تحقيق الأهداف، يجب أن يكونوا
واثقين بنفسهم، بيأمنوا بنفسهم، بيشتغلوا على نفسهم وبيشتغلوا بجد، وبالتالي ممكن ان هم يحققوا كل ما هو في مرادهم. خلي تركيزك موجه في نقطة واحدة، اشتغل كل يوم على التحسين من نفسك ومن مستواك، وبكده تقدر تكون كل يوم لاعب افضل من نونو جوميز. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا. وفي اخر سؤال ليا هيكون، ايه هو افضل هدف سجلته في مسيرتك في الملاعب؟ انا طبعا كنت محظوظ ان يعني احقق بعض الاجوال على مستوى تاريخي، ولكن جمال الجول نفسه يعني يعتمد على اهميته. فإن كنت جبت جول جميل ولكن خسرت المباراة، بالتالي الجول فقد رونقه. إلا إن ممكن إنك تقول إن الجول يعني حتى وكان جميل إنما خسرت المباراة بيخسر أهميته. المهم إن إحنا نكسب مباريات. أنا طبعا فاكر جون كان أول جون ليا في تاريخي مع فريقي القومي مقابل إنجلترا في أوروبا عام 2000. أنا حققت جون المكسب المباراة، وطبعا ما كانش أفضل جون، ولكن هو ده اللي فضل أهم جول بالنسبة لي، لأنه كان أول جون ليا وقدرت بيه إن أنا أجيب الفوز لفريقي. يورو 2000 إنجلترا والبرتغال، البرتغال كسبت 3-2، وده كان هدف نونو جامش. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا.